البنات خرجنا لواحد الجريده هنايا، جيت مع لا فامي. شوفوا تبارك الله الخزامه، هاتو الخزامه هنايا مشتته. جات عقوسي قالت لي راه غير الخزامه عندكم في هاد البلايص كاملين. ايوا خرجنا نتمشاو، قلت نديكم معايا ضربوا شي دويره. صراحة الجو غزال، وصلت عندي على طابيعه شهي غير تخرجي واخا كاين البرد. صراحه خرجنا هاد النهار كما قلت لكم، شوفوا جانا البرد واخا كاين الشميشه كيف ما كتلاحظوا. اجي نصورك. صراحه الجو غزال، قلنا غادي نخرجوا هاد النهار. دابا غادي نقولي 6 ديال العشيه، بغينا نخرجوا نضربوا شي دويره. قلت نديكم معايا، عرفتوا كاين هنايا البنات في لي بارك كاين بزاف ديال الخزامه. انا حماتي اللي قالتها لي، قالت لي راه كاين الخزامه هنايا، ما كنتش عارفاها. ودابا راه كاينه زعما، راه منوره. سيروا البنات قطعوا الخزامه، اللي عندها شي بارك حداها سيروا قطعوا منها الخزامه. يلا تفكرت البنات، بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع مهم، واحد الطلب شخصي. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا وما تحشمونيش. واحد الشخص اللي عنده قناه في اليوتيوب، مسكين كيخدم على عائلته. شكون هي هاد العائله؟ المهم راه نخليكم كاع لي زانفورماسيون ديال هاد السيد، شكون وكل شيء. ما كنعرفوش، ولكن شفت الناس في لي جروب تيبارطاجيو ان يعني هاد الانسان تبارك الله من السن ديال 16 عام الوالدين ديالو توفاو وخلاو له جوج ديال الخوت عندهم اعاقه. هو اللي كيتسخر عليهم، هو اللي كيخدم عليهم، هو اللي كينقي لهم، هو اللي كيدير لهم كل شيء، وكيناشد اي باب ديال الخير تعود عليه هو وخوته. ما لقاش كاع نهائيا اللي يعاونوا اللي يساعدوا. بزاف ديال القنوات مشاو داروا معاه دي فيديو، ولكن هما تشهروا وهو مسكين ما تحد ما ساعدوا. اللي بغيت نقول لكم هو ما تبخلوش عليه، غير بابوني قرر انه يدير قناه في اليوتيوب باش يعاون راسو ويعاون خوتو. صراحه ما عرفتش المحتوى ديالو كامل علاش كيهضر، ولكن لفيت انه باغي يخدم بالحلال على خوتو ويعاون. يعني انا ما كنت غادي نجي ونهضرك، وكان غير انسان عادي يعني، ما يعني عادي يعني بدراعه ممكن يخدم، ولكن هذا المشكله هو انه ما عندوش شي حد اللي يخدم له على خوتو. دونك هذا حيتاش ما عندوش اللي يخلي معاه خوتو باش يخرج يخدم، ولا ما عرفتش الصراحه سيتوياسيون ديالو كيفاش دايره. فعافاكم يعني، ما كيعرفني ما كنعرفو، انا غير شفت لاشين ديالو الناس كيبارطاجيوها، وقلت علاش لا نشاركها معكم هنايا. سيروا ما تخسروا حتى شي حاجه، ديروا غير ابوني. وكنشرح لي غادي نعاود نشرح لكم، هو ماشي غير تشدوا ديروا ابوني بلا ما تشوفوا واحد شويه من لا فيديو. سوا اي واحد دير باي باي سي هاي. المهم ماشي باش كيتحسب لكم لي زابوني ديالكم، عافاكم دخلوا شوفوا ولو غير جوج دقائق ولا ثلاثة دقائق من شي فيديو ديالو وديروا له ابوني. يعني ما تخسروا حتى شي حاجه، جوست ابوني ولا تخلصوا عليها ما حتى شي حاجه. ولا عجبكم طبيعه الحال المحتوى ديالو، ولا الا كنتو كتعرفوا شي شخص اللي يقدر انه يساعده او يمد ليه يد المساعده، فهو كيحتاج بزاف 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 المساعده ديالكم. واي واحد يقدر يدبر له في خدمه، ولا يهز له خوتو ويديهم للطبيب او لا يعاونهم. المهم anyway لو فيت هو ان عافاكم، غير عاونوه في القناه ديالو. هذا رجاء مني وشكرا لكم بزاف. انا جبتكم عاوتاني لهنايا، فاش جيت مع لوستي لهاد البلاصه، ولكن هاد النهار جيت مع عقوستي ولوستي بجوج بهم كما كتلاحظوا. المهم هاد الغابه صراحه هاد البارك زوين بزاف، وفيه بزاف ديال المناظر، فيه فين تجلسوا. باي باي ماما.
صافي المهم درنا واحد شويه هنايا ودابا غادي نخرجوا نكملوا الطريق. سالي ما فامي. ها انتما هي الخزامه يلا قطعناها عاد دابا غزاله المهم حاجه غير باش نشمو. ولكن نسينا ما قطعناهاش من واحد البلاصه اللي هي هات في الجرده والله الا غزاله شوفوا باقا خضراء. يلا انا شهيتكم فيها سيروا خرجوا. يسرى باغا تمشى قولها الجو بارد عيني اختي نحزم لك عين. سليمة فامي خلعت ياك ما يسحبت لك شي سرق الزيت قاسه كتصوني علينا اه يا ربي شتي كيتهمك. شوف شوف وقف جات معك هاد الطونوبيله يحيى هانت لابس الحمر وهي في الحمر صراحه بدا كيطيح الظلام وحنا غاديين في واحد الطريق علم الله فين غتخرج واقيلا تلفنا تلفنا يحيى غادي في طريق نيشان واش دابا كتقول لي راه حنا غاديين لكيلبن حيت حنا في كيلبن دابا لا ايوا كضحك حكيمه ولكن الله يلعتي كل الدروبه كاملين كيتشابهوا ما عرفنا فين وصلنا دابا فين وصلنا حكيمه. يلا ضربنا نص طريق وباقي ايوا انسان يتمشى وخا البرد ماشي مشكل الحمد لله غير اللي جبت هذا عرفتو قتلني البرد قبيله يحيى حكيمه تلفنا تلفنا خالتي تلفنا تلفتي والبرودات لا لا راه هذه هي الطريقه تخرجنا نيشان ان شاء الله. سالي ما فامي اخرى يلا سالي ما فامي دابا يحيى عاقل من ايام فاش كنت يلا حليت القناه وكنقول لكم سالي ما فامي فين ما كيشوفني كيقول لي سالي ما فامي يا صافي دخلي لعب ها انتم لال ها انتم يا لال انا بغيت غير شي طيطوشه الا كاينه ندخل لعب فيها كايناش. حنا دزنا حدا هذا البارك هذا صغير وها انتم معانا يلا رجعنا دابا للدار المهم يلا دخلنا واحد ستو تحتايا قلت لك تسمع موسيقى وغتلق دابا موسيقى وغادي نقطعها ليها المهم غادي نطيبوا شي حاجه يسرا غادي نطيبوا شي حاجه ان شاء الله وغادي وغادي نشاركها معكم هذا صافي عجبو الفيديو المهم غادي نطيبوا شي حاجه وغادي نشاركها معكم ان شاء الله نشارك معكم النهار. يلا دخلنا للدار المهم صراحه الدار سخونه غادي نحيد الفوله باش نتنفسوا شويه ايه سمعتوا هي كتموسقكم المهم غتبقى هي كتطلق الموسيقى اللهم خليكم معايا حتى تشوفوا شنو غندير في لا فيديو. يلا طلقي الموسيقى يلا يسرى شنو كتسنتي يلا ديري شنو كتسنتي دادا حبيبه دابا لقيتونا صافي كلينا وغادي نسد معكم هنايا لا فيديو. نيزيتي با لي اول مره كتشوف القناه نيزيتي با تمشيو تخليو ليا دي لايك واللي باقي ما شاركش في القناه تمشيو تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر ديال الجرس باش اي جديد حتى توصلكم. هاد السيده كاسا كتشوف فيا بطبيعه الحال وما غاديش تشوف واحد غتكون خبا على الوجه ديالها وكذلك خليو ليا دي كومونتير زوينين بالاراء ديالكم. غادي نقول لكم مره اخرى ما تنساوش تمشيو تزوروا ديك القناه وتشتركوا مع داك السيد وتدعموه الله يوفقه ان شاء الله. باي باي دابا نقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله خليت لكم راحه باي باي.